تشخص الأنظار إلى أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق، حيث ينعقد لقاء عنكاوة للشباب بعنوان اصنعوا هذا لذكري، والذي سيسجل مشاركة لأكثر من 1500 شابا وشابة تحتضنهم أبرشية أربيل الكلدانية بشخص رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانية المطران مربشار متي وردي وكهنتها وأعضاء اللجان التحضيرية والتنظيمية والإعلامية لهذا اللقاء، الذي يؤكد أن كنيسة العراق هي كنيسة حية نابضة في الإيمان. في حديث لتلميار نورسات، تحدث المسؤول الإعلامي عن لقاء عنكاوة للشباب والشماس الرسائل في كاتدرائية مار يوسف الكلدانية أونيل فهمي صليوة عن اللقاء والتحضيرات والرسالة الهادفة منه. لقاء عنكاوة للشباب انطلق في 2013 مع أهدافه اللي ذكرتها هسه، واستمر لعدة سنوات، وهالسنة أيضا نلتقي مرة ثانية في عنكاوة أربيل من إقليم كردستان العراق. راح يتضمن سهرات صلاة، راح يتضمن أمسيات تراتيل، راح يتضمن أمسية للترانيم، راح يعني يحييها الأب القادم من لبنان، الأب بيتر حنم. بدأوا الشبيبة من المحافظات الجنوبية أن يتوافدون خلينا نقول لعنكاوة، لحد هسه يعني دا نسوي هذا اللقاء. وصلت شبيبة بصرة، شبيبة بغداد، وأكيد الشبيبة الباقية هي في طريقها إلى هنا. في 2021 حضر البابا فرانسيس للعراق، وتحديدا في أربيل، كان له كلمة حلوة بختام زيارته واللي كانت يعني ختمها في أربيل. قال أني أرى أن الكنيسة في العراق حية، أن الكنيسة في العراق حية راح تثبت من خلال شبابها، لأنه راح تتقيم أكيد بالكبار اللي هم موجودين، هم عون خلينا نقول الكنيسة، هم من يصلوننا دائما، لكن حيوية الكنيسة راح تثبت يعني تثبت بالشبيبة المتواجدة. تبقى كنيسة العراق رغم الأزمات والتهجير والاضطهاد كنيسة شاهدة على النور والحياة والصمود.